السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوهو دي منصة لإدارة الأعمال، فيها إيميلات، فيها حاجات لإدارة المشاريع، فيها حاجات خاصة بالسي ار ام، في حاجات خاصة بالفواتير، في حاجات خاصة بالمبيعات، في حاجات خاصة بالأمور المالية، بالأمور القانونية وهكذا. طيب، من ضمن الحاجات اللي عجبتني زوهو كرييتور، وده بيعتمد على إن أنت تقدر تبرمج بأقل قدر من الكود. يعني هو كله حاجة اسمها لوكود، يعني مش مضطر ان انت تكتب اسطر كتيره، لا، هي بيبقى الموضوع مرئي او فيجوال، وبتكتب بس سطرين ثلاثه عشان تربط الحاجات ببعض. فالموضوع جدا بيكون سهل جدا وبسيط، وليك ان انت تجربه لمده 15 يوم وتشوف هل الامكانيات دي مناسبه ليك ولا لا. فمجرد ان انت مثلا عايز اول ما مثلا حد يكتب حاجه في الحسابات او يصرف فلوس، تروح مسمعه في الاكسل، فبتربط الحاجات مع بعض. زي ما انت شايف بيربط بتولز كتيره جدا، زي مثلا سلاك، وده احنا بنستخدمه عشان ننظم الشغل بين الفريق. في انتجريشن كتير بين البرامج، فابسط حاجه اللي هي الاوتوميشن، يعني اول ما يحصل اكس اعمل كذا، اول ما يحصل حاجه تعمل كذا، وبيجيب لك الحاجات باشكال مرئيه بشكل جدا بسيط. مش هتعمل حاجه، مجرد ان انت تربط الملف المعلومات بالاشكال دي فتبدأ تظهر معاك. فهو يوفر لك وقت كتير جدا، بيتعامل مع تولز كتيره. انت مثلا عايز تعمل متجر اونلاين، فخلاص انت مجرد بس تربط الحاجات ببعض ويبدأ تظهر الداتا بتاعتك موجوده، ويبدأ يحلل لك الداتا بتاعت المبيعات والمشتريات وهكذا. فالامر جدا بسيط وسهل جدا وما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. ممكن يبقى عندك تطبيق من خلال ان هو بيبرمج جاهز لاكثر حاجات الناس بتستخدمها، فبتلاقيها جاهزه تقدر ان انت تستخدمها مباشره من غير ما تكتب اكواد كتيره او ان انت تبدا من الصفر. لا، هو مجرد ان انت تربط الحاجات ببعض تبدا انها تتعامل بشكل سلس جدا، ويقدر تشوف كل اللي انت بتحلم ان انت تشوفه متبرمج. طبعا لو انت عايز حاجه متخصصه قوي يبقى هتضطر ان انت تجيب مبرمج، لكن لو حاجات بسيطه ممكن يعني بجهد بسيط تقدر ان انت تبرمجها، او تجيب مبرمج مش هيبدا من الصفر، مجرد ان هو يوصل الحاجات ببعض. طبعا موضوع النو كود او اللو كود ده حاجه بتوفر وقت كتير جدا وبتوفر شغل. طيب خلينا نشوف الفيديو. مجرد دراج اند دروب وتبدأ تسحب، ويبدأ يظهر معاك أشكال البيع والشراء وكل حاجة. الموضوع جدا سلس وبسيط. ناوي أشرح الفكرة بس على تطبيق يكون مجاني تماما، مش تجريبي. فهنشرح الفكرة وكل حاجة، لكن مش على زوهو، على حاجة تانية إن شاء الله.